طيب يلا يا جماعة، كتاب الدولة هيدا درس كتير مهم. يلا بس بدنا نركز شوي، لأنه كل اللي درسناه قبل حتبلور الفكرة كلياتها هون بعد الدرس. إذا بتلاحظوا هون هذا صرنا نحن طبعا بالدوكيمنت 5، وهو أصلا كل الشابتر تكست دوكيمنت. في هيدي الصفحة ببيج 192 عم بتفرجينا انه كل اللي وقت احنا درسنا فيه عن النيورونز وكيف هن بيكونوا اللي هن الاعصاب، وانه في لهم انواع ممكن يكونوا سنسوري او اسوشيتنج نيورونز او موتور نيورون. عادة الدندرايتس لكل نيورون بتحس مثل هيدول، وبينما النيرف اندنجز اللي اسمهم اكسونز بيكونوا يوجوالي موصولين على افكتور اورجنز مثل المصل او جلاند غده. كمان بياخدوا اوامر من النيورون، لانه العضلات كل الماسكولار سيستم ما بيشتغل الا بامر من النيرف سيستم. النيرف سيستم يعني من النيورون. احنا شايفين انه النيورون هيك قد طوله، بس هي بتكون طويله كثير. طيب هون على اطراف النيورون على الاكستريميتيز او الدندرايت، الاكستريميتيز او الدندرايت، شو تتوقع يكون فيه؟ شو معقول يكون فيه على الاكستريميتيز او الدندرايت؟ النشيط بيوصل بين ال sensory organs. ممكن، بس الشيء اللي بعده طازه اخذينه امبارح هو sensory receptors. كل الريسبتورز اللي شفنا الباسينيان كوربسلز وكل الانواع اللي درسناهم بالدرس الدوكيمنت 4 تبعه امبارح، كل الموجودين بيكونوا على النيرف اندينجز اللي بيكونوا على راسهم للدندرايت. هن اللي بيجيبوا النيرف مسج من كل انواعها وبيجيبوها لهون. اوكي؟ يعني لكن النيرف مسج كلياتها من وين ما كانت بتجي تتجمع بالدندرايت، تيجي لعند السيل بودي تاعت سنسر نيورون مثلا، وبتجي هيدي النيرف مسج بتتجمع كلياتها لتصير بالاكسون وبتمرق اذا كان مايلينيتد، وممكن ما يكون مايلينيتد، وبيروحوا لعند مصل كرمال يأمروها تتحرك مثلا. طيب يعني معناتها صارت النيرف مسج اللي اليوم بدنا نتعرف كيف هي بدها تصير، نيرف مسج مش بتضلها محصورة بس من نيورون ومن النيورون لنيورون تاني. هلا بدنا نشوف كيف هي بتنتقل من النيورون لمصل او لنيورون تانية او لجلاند. انتقالها ما بيكون دايركتلي كونكتد، بيكون سيلز بيكون في فراغ بيناتهم. هلا بنشوف شو هو الفراغ وشو هن النيورو مدياترز او النيورو ماسنجرز اللي بينقلوا النيرف مسج من النيورون للافكتور سيل او انذر سيل. اوكي، هذه الجنكشن اللي بين خلايا الاعصاب والخلايا الثانيه العصبيه او خلايا اللي بيكونوا افكتورز مثل المسل والجلاند اسمها ساينابس. هذه هي الجنكشن اللي بيسموها ساينابس. فالساينابس هي ستراكشر اند فانكشن، هي لها ستراكشر محدد ما بيتغير، دائما له كومبوننتس معينين بنشوفهم بكل انواع الساينابس، وله فانكشن كمان محدد. هلا بنشوف شو هو، بس الفانكشن في له نوعين، هلا كمان بالدرس او بالدرس الجاي بنشوف شو هن انواعه للساينابس، لانه الساينابس نفس ستراكشر بس له نوعين مختلفين. Following an effective stimulation, the nerve message is capable of self-propagating. طبعا تعمل nerve message هي self-propagation. شو هي nerve message؟ عبارة عن شو؟ Action potential. صح، يا action potential واحدة أو مجموعة من ال action potential ماشيين سوا، ولحتى اللي يخبروا nervous system إنه في stimulation قوية أو خفيفة. مجموعة ال action potential تقول هي بيكون بنعبر عنها ب frequency of action potential، وإذا كانت خفيفة بيكون أقل شيء بدها تكون one action potential، بس عم تعمل propagation along the nerve fiber واللي هي axon أو dendrite etc. along a neuron. But since the nervous system is made of a network of interconnected neurons, how does the information circulate between two neurons or between a neuron and an effector cell? Effector cell يعني مثل المصل أو gland. هذه الإشكالية تاعت الدرس.
الجواب هلا البسيط هو انه الوصل بيناتهم هي ساين ابس اسمها، بس كيف بتصير ساين ابس؟ عشان هيك هون بدنا نشوف، لانه قال لنا هاو داز ذا انفورميشن سيركليت، لانه طبعا احنا بنعرف البرين مثلا كنا حاكين قبل انه هو مؤلف من بليون اوف سيلز. طب هدول كيف البليونز اوف سيلز بيتعاطوا وبيعطوا وبياخذوا نيرف مسجز من بعضهم؟ اكيد عبر هدول السينابسز، ما في غيرهم يعني، اللي هن الكونكشنز بين الاعصاب. How are these connections organized؟ نشوف كيف هن بيترتبوا عادة. و usually لازم الواحد يعرف كيف يرسمها رسم كمان للسينابس، عشان اللي بينسى وهيك بيقدر ساعتها بيجمع الفكرة وبيقدر يصير يعرف. هلا بداية هنشوف شو هن different types of synapses. The synapse is the junction between the terminal bud of the axon. شوف الterminal buds أو الأكسون هو الفروع أو الإجراء للأكسون. Of a neuron and another structure. Another structure, this latter يعني this structure could be a neuron or an effector cell such as a muscle or a gland cell. يعني هون بالصورة شايفين إنه الإفكتر سيل هي عضلة مسل، بس ممكن ما يكون عضلة الساينابس مش بين النيورون وعضلة، بس ممكن يكون بين نيورون وغدة جلاند، أو بين نيورون ونيورون تانية. There are two types of neuroneuronal synapses: the electric synapse اللي نحنا مش هندرسها السنة، and the chemical synapse هي الوحيدة النوع اللي هندرسها السنة. The chemical synapse. Chemical synapse هو في chemical substance بيشبه neurotransmitter، يعني هو neurotransmitter اسمه، هو اللي بيوصل النيرف مسج، بيشبه الهرمون وبيشبه الانترلوكين وبيشبه cytokines، بينفرز وبيروح بيأثر على organs تانيين، يعني إجباري يكون في له receptor عند التارجت سيل وهيك. بس لأنه هذا الكيميكال الصغير بيروح بيأثر على cells تانيين بتأثير من ال بكنترول من النيرف سيستم اسمه كيميكال ماسنجر أو نيورو ميدياتر أو نيورو ترانسميتر، يعني that transmits a nerve message. okay. طيب على حسب الستركتشر تاعيتهم كيف النيورونز بيكونوا، كيف السينابسز بيكونوا، بيكونوا يا أما بيكونوا axosomatic synapse، يعني وصلة بين أكسون وسيل بادي، لأنه سوما يعني سيل بادي، فأكسو سوماتيك سينابس يعني وصلة بين أكسون لنيورون معينة مع سيل بادي لنيورون تاني. كمان ممكن تكون أكسو دندريتيك سينابس، هذه أكسون الزرقاء والدندرايت هي الصفرة تاعت النيورون تاني. ممكن تكون كمان اكسو اكسونال سينابس، هي بين الاكسون اللي هو الازرق هيدا ازرق غامق الكحله والاكسونال يعني اكسون تاني سينابس، يعني ممكن يكون بين اكسون واكسون كمان. وممكن يكون كمان بين نيورون وافكتر سيل مثل المسل، فبيكون اسمه نيورو ماسكولار سينابس. لو كانت بين نيورون وجلاند شو حيكون اسمه؟ neuroglandular synapse. مضبوط صح، يعني اللي هي هون مش موجودة هي neuroglandular synapse. اوكي هلا هيدي الشغلة بس keep in mind انه هيدي كتير بيذكروها neuromuscular synapse اسمها motor end plate end نهاية، يعني فاسمها motor end plate، يعني اوقات لانه بالامتحانات الرسمية بيقولوا لك in the framework of studying the activity of a motor end plate of the skeletal muscle مثلا، فانت تكوني عارفة انه motor end plate معناتها neuromuscular synapse، فلو بالكم لانه دايما عم يسألوا عم يذكروا الكلمة بالامتحانات الرسمية ذكروها شي 5 مرات motor end plate، لكن معناتها neuromuscular synapse. طيب اذا في شغلة كمان لازم نركز عليها، إذا لاحظتوا بيحطوا هون داش على اسمه للساينابس، هذا الماينس هون قصدهم نيرف مسج تمشي بين من الأكسون ورايحة على
السيل بادي تاعت الانذر نيورون. الماينس يعني معناتها هي الساينابس نفسها، وهون كمان في ماينس وهون كمان في ماينس بالتسميه يعني. فدايما النيورونز يلي عم يجوا من عند النيرف مسج، لاحظوا كيف النيورو ماسكولار ساينابس هون كمان ماينس، هذه الداش هذه يعني معناتها في وصله بين نيورون ومسل. هلا ليش هيك مسميينهم؟ لانه كل شيء سيل بتجيب نيرف مسج تيجي من عندها نيرف مسج بتكون حاطين لها اسمها اول شيء، واللي عم تستقبل النيرف مسج بتكون حاطين لها اسمها ثاني شيء. شفتوا كيف؟ فهي نيورو ماسكولار ساينابس. يعني من وين جاي النيرف مسج؟ من النيورون ولا من المسل؟ نيورون. صح، من النيورون للمسل. فهي مثلا نيورو ماسكولار ساينابس. دائما النيورون اللي قبل اللي بتجيب النيرف مسج بسموها بري سينابتيك نيورون. يعني هاي نيورو هي ذا بري سينابتيك سيل، بينما المسل هي ذا بوست سينابتيك سيل. اذا بكل سينابس بتسميه سينابس لازم نذكر اول شيء ذا بري سينابتيك سيل، يعني الخليه اللي عم بتجيب النيرف مسج، والبوست سينابتيك سيل هي الخليه اللي عم تستقبل المسج. يعني وين بيكون موجود الريسبتور مفروض، عند البوست ولا عند البري اللي بيتلقى النيرف مسج؟ عند البوست. صح فيك. اوكي، لكن لحديت هلا صارت هون البري سينابتيك سيل هي الاكسون ولا السيل بودي؟ باي واحدة؟ بهاي اللي انا حط عليها الماوس، اكسوسوماتيك سينابس. مين بيكون البري سينابتيك سيل، الاكسون ولا السيل بودي؟ صح مظبوط. انتبهوا لنا دول لانه كمان مصطلحات كثير حنعوزهم كمان، احنا كمان عم نحل الاسئله تبع الامتحانات الرسميه. بس في شيء مهم كثير، هلا هن حاطين مربع هون بالاسود، وحطوا هون مربع بالاسود وهون مربع بالاسود وهون كمان. هيدي الريجن بيكون هي عباره عن عده سينابسز وعده وصلات يعني. فاذا هون في عندي هيدي سينابس وهيدي الثانيه وهيدي الثالثه، وهون كمان في ثلاثة سينابسز، واحدة اثنين وهذا الثالثة، وهدول هن كمان ثلاثة سينابسز، واحدة اثنين ثلاثة، وهون كمان مصاب هون في كتير سينابسز. هون بعد الصورة عندنا سينابس ثلاثة بيكونوا اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هون في خمسة سينابسز. لا مش ضروري هون مصاب بين ثلاثات، بس بين النيورون والمسل عم يكون في خمسة. هون في اثنين هون في ثلاثة مثلا، ومش دايما خمسة، بس كرمال أنا أدل على المكان تعيته لساينابس. طيب إذا أخذنا واحدة من الساينابس بس، هون مسائبة أخذين هن نيورو ماسكولار ساينابس، أخذناها وشفناها تحت الميكروسكوب والصورة الحقيقية تعيته، مش سكيماتيك دايجرام مثل هاي، لايكو شو اللي بصير، نطلع شايفين صورة مثل هذا الفيجر 1 تعيته الدوكيمنت بي، هذا العزاوي على الشمال تحت هون هي عبارة عن سينابس بس تحت الالكترون مايكروسكوب. بالالكترون مايكروسكوب بنشوف ديتيلز ما بنقدر نشوفها بالمايكروسكوب العادية. يعني هذه سينابس مثلا العادية تاعت الدوكيمنت اي ممكن نشوفها باللايت مايكروسكوب اللي هو بيعمل ماجنيفيكيشن، بس مش اكتر من 100 مرة. بس الالكترون مايكروسكوب ممكن يوصل بالماجنيفيكيشن تاعته لألف مرة، فبنشوف الستركتشرز الداخلية، بنشوف ميتوكوندريا، بنشوف كروموزوم بالالكترون مايكروسكوب. اوكي، انتبهوا معي منيح لانه هيدي بدها تركيز، لانه دايما بيجيبوا صورة مثل هيدي الصورة الخضراء اللي انا هلا حدل عليها بالتفاصيل تاعتها. شوفوا يا جماعة، بس ما بيجيبوها خضرة طبعا، الامتحانات الرسمية بيجيبوها بيضاء اسود، بدنا نركز شوي. هيدي الريجن تاعت ساينابس وحدة اللي انا حط عليها راس الماوس، شفتوا وين هيدي تاعت راس الماوس بس، مكبرينا وعاملينا مثل هيدي الصورة اللي هون بنشوفها بالفيجر 1 تاعت هيدا الدوكيمنت اللي شايفينه بالالكترون مايكروسكوب. اوكي، هون اذا بتلاحظوا في حدود للبري سينابتيك نيورون، هيدي اللي انا عم مشي فيها الماوس
هي the presynaptic neuron، هي اللي عبارة عن terminal bud تعيد آخره للأكسون، هو الأكسون فيه له أجران وأصابع أجران، هذول التب تبتو تعيد الأصبع أجره مثلا للأكسون، هيدي the presynaptic neuron أو presynaptic part of the synapse. أوكي تبهم منيح. أنا هلأ همشي الكيرسر على الحدود تاعتها، يعني عن cell membrane تاعتها للpresynaptic neuron. شوفوا كيف عم مشي راس الكيرسر تاعت الماوس بس على الحدود تاعتها للpresynaptic neuron. شايفين هيدي لكان the presynaptic neuron membrane. شفتوا كيف هلأ عم مشيها مرة تانية عليها. بينما post synaptic muscle هيدي هي اللي هلا عم مشي فيها الماوس، اللي في بقلبها muscle cell، اللي في بقلبها عم مسمين لها muscle cell وفي لها ميتوكوندريا مثلا وهيك. الحدود تاعتها يعني الممبرين تاعتها للmuscle cell اللي اسمه the post synaptic cell او post synaptic membrane. لايكو كيف هذا هو post synaptic membrane، بطرح مدلين عليه، هو هيدا الريجن اللي مسود كتير واللي عم مشي عليه راس الماوس. شايفين هيدا the post synaptic membrane وهيك نازل هيك عامل مثل جورة الوادي واللي طالع هيك، نرجع بنبرم هيك وبعد انا الراس الكيرسر تاعت الماوس عم مشيها على ال post synaptic membrane. اوكي يعني وين مفروض الريسبترز اولا بيكونوا موجودين النيورو مدياترز؟ عليها لهيدي البوست سينابتيك ممبرين. شايفين كيف؟ طيب البوست سينابتيك ممبرين والبري سينابتيك ممبرين دايركتلي كونكتد مع بعض وندخلكم؟ لا في كأنه فراغ بيناتهم. ايوه في فراغ، وهذا الفراغ طبعا بالنانوميترز قد ما كثير صغير بس هو منه دايركتلي كونكتد، لكن اللي بيكون في فراغ بيناتهم في بقلبه كمان هيك السائل بيكون هيك مثل الجيلي سبستنس كمان ما يزيحوا عن بعض بلزقهم ببعضهم، بس ما بينفع انه يمرق نيرف مسج من سل لسل تانية، هو بس كرمال يلزقهم تما يهزوا وينقطعوا عن بعض. لكن هذا الفراغ في صح في بقلبه هيك غراض مثل هدول الاشياء، بس هو مش معناته انه بيوصلوا نيرف مسج، هذا الفراغ بيناتهم اسمه سينابتيك كليفت، اسمه كليفت كليفت فجوه يعني او هيك فراغ، هو كان نزل الكليفت هون هيك في فضاء هون فاضيه وهون كمان في كليفت كمبين نزله وهون هذا كمان كليته سينابتيك كليفت. اذا سينابتيك كيف نكتب الكلمه سي ال اي اف تي؟ اوكي اوكي هيدي سينابس لكن تحت الالكترون مايكروسكوب ومقربين كثير. طيب اذا لاحظتوا شو بيفرق البري سينابتيك سيل عن البوست سينابتيك سيل؟ مين اللي بيكون عنده سينابتيك فاسيكل؟ بري ولا البوست؟ البري مظبوط، هو هدول سينابتيك فاسيكل، هول الفاسيكلز هن اللي بقلبهم الكيميكال اللي قلنا بيشبه الهرمون والانترلوكين، هو اللي بينقل ذا نيرف مسج، اللي موجودين بقلب هدول الاكياس الصغار، لانه فاسيكلز يعني سمول ساك إن أكياس صغيرة بقلبهم هذا الكيميكال اللي إحنا عم نحكي عنه. أوكي هو اللي لكن بقلب البريسينابتيك نيورون أو بريسينابتيك سيل دائما في بقلبهم سينابتيك فاسيكل، بس على البوست سينابتيك سيل ما في عندها سينابتيك فاسيكل، ما هي بدها تتلقى الأمر من الفاسيكلز اللي حيظهروا. أوكي وليك هون صورة تانية بس بعيدة أكثر للسينابس وحطي لنا إياها بغير طريقة، ومبين هون في عنا سيل مطرح ما مشي الماوس وهون في سيل تانية، الفراغ بيناتهم شو اسمه؟ كليفت صح؟ سينابتيك كليفت سي ال اي اف تي، هذا سينابتيك كليفت هو اللي عم يفصل بين البري سينابتيك نيورون والبوست سينابتيك نيورون. طب شو عرفني انه مطرح ما هلا حاطط الماوس هي ذا بري سينابتيك نيورون؟ لانه في فاسيكل شفتوا، لان انا حط عليهم الماوس ان السينابتيك فاسيكل ماشي يعني بيشبه هدول،
بس لأن الصورة مصورة بغير طريقة، وهدول السيناتيك فيسيكلز مش باينين منيح. ماشي الحال؟ ماشي. ماشي. هلا لكن بيجيبوا لنا هيك صور وبكون ابيض واسود على فكره ومثل هدول، بس احنا لازم نعرف وين سينابتيك كليفت ونحدد مين البري سينابتيك نيورون ومين هي البوست سينابتيك سيل حسب وين موجودين الفاسيكلز. فالمكان اللي بقلبه فاسيكلز بيكون هو البري، والمكان اللي ما في بقلبه فاسيكلز بيكون هو البوست. ما بتنفهم منيح الصوره الا ما نشوفها هيك. اوكي شفتوا هاي، هيدي ساينابس، هيدي سكيماتيك دايجرام للساينابس ومفرجينا اياها هيك بطريقه بسيطه. لايكو كيف هاي اللي فوق هي ذا بري سينابتيك نيورون، هيدي شقفه من الاكسون، وهيدا اللي هون مايلين شي. واذا لاحظتوا هون فاتحين لنا اياها كمان، شوف شو في بقلبها، بس هول الدويرات شو هن؟ سينابتيك فيسيكلز، شايفين كيف؟ هن وقت اللزوم بس بدهم يوصلوا نيرف مسج، هن اللي بيصيروا بيفضوا من محتوياتهم. هدول السينابتيك فيسيكل بكبوا سبستنس بقلب الفراغ اللي هو الكليفت، وهذا السبستنس اسمه نيورو ترانسميتر. بيروحوا هدول السبستنس بيلزقوا على ريسبتورز موجودين على البوست سينابتيك ممبرين. طبعا هدول موجودين بكميه كتير كبيره البوست سينابتيك ممبرين ريسبتورز، فكل ما ملينا يعني كل ما اعطينا اكثر نيورو ترانسميتر كل ما السينابس بتحسس المصل اكثر، المصل بتصير تعمل كونتراكشن بقوه اكثر. مثلا اذا كانت موصوله على العضله، كل ما كانت مثلا نيورو ترانسميترز كميتهم اقل بتصير العضله بتحس اقل، فبتصير تعمل كونتراكشن بقوه اقل. بصير واحد مثلا ما بيشد كتير بأصابيعه، لما انت تكون عم تأمر حالك انه تشد بأصابيعك كتير تعصى على شغلة كما بدك تكسرها مثلا، مثل بس تكسر بيضة بتكون كتير عم بتشد، بتكون انت عم تبعت له للمصل تعيد الأصابيع المصل انه كتير كمية كبيرة من نيورو ترانسميتر ليضغطوا هيك بهالقوة. بس اذا انت ما بتكون بدك تكسرها للبيضة ومسكها بس بإيدك، فانت بتكون عم تبعت له للمصل تعيد الأصابيع نيورو ترانسميترز بكمية أقل عشان شد شوي بشكل انه ما توقع البيضة من ايدنا مثلا، بس مش نكسرها. اوكي فالشد تعيد العضلات او تشد شوي شد خفيف، يعني مثل intensity of contraction of muscle is determined by the amount of transmitters in them. ماشي الحال؟ أستاذ فيك ترجع تعيد آخر نقطة؟ يعني عم أقول إنه قديش كمية النيورو ترانسميترز اللي بينفرزوا من البريسينابتيك نيورون هي بتحدد قديش ردة الفعل أو قديش الشغل بده يتنفذ من العضلات بالبوست سينابتيك سيل. عشان هيك عطيت إكزامبل البيضة، إذا أنا بدي أمسك بيضة بس بإيدي بشكل إنه ما توقع بس ما يأذيها، كنا عم بعطي شوية نيورو ترانسميترز للعضلات أو الأصابيع، بيكونوا مسكين البيضة وما بيخلوها توقع من إيدنا. بينما إذا أنا بدي أكسر البيضة ببعث نيورو ترانسميترز بالساينابس تعيد العضلات تعول الأصابع، بضغط كتير بتنفقش البيضة بتكسرها. شو بيكون الفرق بين هيدا الأكتيفيتي وهيدا الأكتيفيتي من إنه أمسك البيضة بس بعيدة أو أكسرها للبيضة؟ كون أنا بعثت نيورو ترانسميترز أكتر بأمر من النيرفس سيستم تعولي من البرين، بعدت لها نيورو ترانسميترز أكثر، تلقت العضلات كمية نيورو ترانسميترز كتير كبيرة على الريسبترز تاعولها، خلوا العضلة تشد كتير قام كسرنا البيضة. عرفت كيف التشبيه؟ ماشي ماشي الحال يا عبد الرحمن. طيب ماشي حال. طيب هيدي لكن هيدي كلها ياتو The steps of synaptic transmission هو اللي بدنا نتعلمهم اليوم، بس بدنا نحكي عنهم اللي هن حطينهم أرقام. كيف بتنتقل النيرف مسج بتفاصيلها هلا بدنا نركز شوي، لأنه هي أصلا آخر شغلة عم نركز فيها، أو مرة جاي نرجع نكمل هذا الدرس لأنه درس ما بيخلص هيك ثواني. إذا أول شيء لايك شو اللي صاير،
نيرف مسج هي اكشن بوتنشال، يمكن يكون مجموعه اكشن بوتنشالز ويمكن يكون واحده اكشن بوتنشال. فاذا مثلا واحده اكشن بوتنشال اجت لعند النيورون، عند التيرمينال بود تايت النيورون، يعني نهايه الاكسون، يعني شوفوا كيف ما هي النيرف بس مسج بتكون اجت من عند النيورون، من عند السيل بودي تايت النيورون. يمكن هذا يكون السيل بودي موجود بقلب الجراي ماتر تايت سبانال كورد، يمكن يكون من البرين. هو بيقول هلا بدنا نشد العضله مثلا، وبدي احمل هالشغله الغرض القوي مثلا، او بدي بعيد ايدي. فبتنقل نيرف مسج وبيوصل يمرق بالاكسون، بيوصل على التيرمينال بود تايت الاكسون، واخر شيء بروح بيعمل ساينابس عند العضله يلي ساينابس هلا حنشوفها هون بعد الصوره. اجت الاكشن بوتنشال، شوفوا كيف حاطين ارو ولون ابيض، بس هون عند التيرمينال بادي اللي هو هيدا اللي انا حاط عم اعلم عليه بالماوس هيك مثل الطابه بيجي، بيكون في بقلبه سينابتيك فيسيكلز كونتينينج نيورو ترانسميترز، صح؟ وبيكون في شانلز بتفوت كالسيوم ايون. فالاكشن بوتنشال مش هو اللي بيخلي النيورو ترانسميتر يظهر. اكشن بوتنشال قديش، كم اكشن بوتنشال وصل على نيورون بتخلي كميه من الكالسيوم ايون يفوتوا على السينابتيك بود. هول الكالسيوم ايونز اللي بيكونوا موجودين برات الاكسون وناطرين بس ليشتغلوا، بيفوتوا هدول الكالسيوم ايونز وبيدفشوا بالسينابتيك فيسيكلز ليكبوا نيورو ترانسميترز towards the cleft، يعني باتجاه الفراغ اللي بين النيورون والمسل. ماشي الحال؟ بس انتبهوا، كل ما كان في اكثر اكشن بوتنشلز واصلين بنفس اللحظه، كل ما كميه اكبر من الكالسيوم ايونز بفوتوا على البري سينابتيك بود، وكل ما كميات اكبر من النيورو ترانسميترز بينفرزوا بقلب السينابس، يعني كله directly proportional. فإذا كان كمية أقل من الأكشن potentials واصلين، بيصير في أقل كمية كالسيوم عم يفوتوا على السينابتيك بود، وبيصير في أقل كمية النيوروترانسميترز عم ينفرزوا بقلب السينابتيك كليفت. فكان أول step شو بيصير؟ arrival of an action potential. ثاني شيء الكالسيوم ايونز بفوتوا على السينابتيك بود، صح. ثاني شغله هي entrance of calcium ions towards the synaptic bud. ثالثه، لانه وقت بجيبوهم امتحانات رسميه بكون حاط لك النمبرز وبقول لك اكتبي حد النمبرز شو عم يصير كل ستيب. الثالثه شو هي؟ release of neurotransmitters. شو كيف؟ بس بدل كلمة ريليز ما بيحبوها بالامتحانات الرسمية، بيحبوا كلمة exocytosis، انه third step هي exocytosis of neurotransmitters. طيب اذا هدول النيوروترانسميترز مثل الطابات عم يظهروا، وين المستقبلات تاعيتهم؟ شو اسمهم بيكونوا؟ receptors. وهول هن post-synaptic معك؟ ايوة، عند post-synaptic cell، مزبوط. فإذا هول النيورو ترانسميترز بيروحوا بلزقوا عند الريسبترز، وكرمال نقدر نفهمها أكثر أو كبروا لنا واحدة من الريسبترز لنشوفها. شوفوا كيف هيدي الريسبتر، هيدي الحمراء وهيدي الريسبتر تاني لزقت فيها النيورو ترانسميتر. شوف هذا الأخضر هو النيورو ترانسميتر، الطابات الخضر. بس شوفوا شو اللي بيصير، حاطين لنا ريسبتر مسكر. شو الفرق بين الريسبتر المسكر والريسبتر سوري حاطين لنا شانل صوديوم شانل سكرة، وانا صوديوم شانل مفتوحة. مين اللي بيخلي الصوديوم شانل تفتح؟ الاكشن بوتنشال. لا، نيورو ترانسميتر. فاذا اجت نيورو ترانسميتر علقت بقلب الريسبترز بتنفتح الصوديوم شانل، بينما لما نيورو ترانسميتر ما كانوا موجودين ما ملزقين بالريسبترز صوديوم شانل بتسكر. طب شو بتعمل الشطورة صوديوم شانل؟ بتعرفه؟ بتبلش شو؟ بتبلش اكشن بوتنشال اللي بيسبب ديبولاريزيشن، مظبوط؟
انترنس اوف ان اي بلس على نيورون او على مسل. فاذا بس لما بيجوا نيورو ترانسميترز ولزقوا على ريسبترز بيفتح صوديوم شانل، بيفوت صوديوم لانه كتار الصوديوم دايما برا، بفوت الصوديوم ببلش اكشن بوتنشال على البوست سينابتيك نيورون، على البوست سينابتيك ممبرين يعني. فمش هناك حطينا فورث ستيب. لاحظوا كيف بالصوره هون هاي هدول الريسبترز لانه ملزق عليهم نيورو ترانسميترز عم يكون الصوديوم شانل اوبن، بينما الريسبترز لما ما ملزقين على الريسبترز تاعولهم نيورو ترانسميتر مش ملزق على الريسبترز تاعولهم، عم بيكون مسكر الشانل. يعني هاي مثل هاي وهيدي الاوبن شانل مثل هاي، نفس الحال. وصلنا على ستيب 4، فهمناها ستيب 4. لكن ستيب 4 هو fixation of neurotransmitters on their receptors that allows the opening of sodium channels. هلا ستيب 5 هي the nerve message. ستيب 5 هي generation of a nerve message اللي هو بسموه the post synaptic potential PSP. فهمنا ستيب 5؟ طيب اذا ستيب 5 اذا ظلت النيورو ترانسميتر ملزقه على النيورو ترانسميتر على الريسبتورز تاعولها، شو بيكون صاير بالصوديوم شانل؟ اوبند او كلوز؟ اوبن، ضل اوبن، يعني عم تعمل اكشن بوتنشال، عم بتسبب ستيميليشن للبوست سينابتيك نيورون او بوست سينابتيك مسل مثلا. فيعني حتضل العضلة شادة للأبد. شو الحل؟ إنه بس يشتغل النيورو ترانسميتر فور أجزاء كتير قليلة من الملي سكند، أقل من نص ملي سكند، كتير جزء قليل من الثانية، وبيجي على النيورو ترانسميتر في إنزيم بيجي وبيقبعها من الريسبتر تاعيتها. شوف كيف؟ جاء إنزيم وبين عم يعملها degradation of نيورو ترانسميتر، أثرها للنيورو ترانسميتر. هيدا الانزيم هو اللي بينهي نيرف مسج، انه انا مثلا امرت انه هلا بدي شد العضله لوقت معين، ليه بدي ضل اذا الانزيم مش موجود والريسبتر ضلت ملزق عليها النيورو ترانسميتر حضل شاددها للابد، تتعب العضله وتتخزق وتضل شادد. هو لا، لازم بس شد لوقت قليل، اذا بدي شد بعد بدي اعطي النيورو ترانسميتر زياده. فمشان هيك في انزيم بيقبع، مشان هيك هيدي حطينا ستيب 6. شوفوا لما انقبعت نيورو ترانسميتر من الريسبتر سكر رجع الريسبتر، واصلا من ستيب 5 بلش نيرف مسج. واخر ستيب هو ذا بري سينابتيك بود ريكاب كابتشرز اجين ذا نيورو ترانسميترز، يعني بيرجعوا بيسترجعون. اخر واحده ما نذكر انه degradation of neurotransmitters؟ بلا بلا، بس الاجزاء اللي تفككت معي انتو؟ والله سوينا مستنى ايه ما الاجزاء اللي تفككت من اغراضه للneurotransmitters بيرجع البريسيناتيك نيورون تسترجعون، بتاخدهم بترجع for recycling، فور سايكلينج لترجع تستعملهم عن جديد لبعدين. ما حتضلها هي عم تنتج نيورو ترانسميتر عن جديد، ترجع بتاخد الشقف المشقف في نيورو ترانسميتر بتوصلهم ببعضهم بتضبطهم بتعملهم نيورو ترانسميتر عن جديد كرمال تستعمله ليتر اون. اوكي ماشي. يعني هلا اول ان اول هنذكرهم بسرعه كثير. اول شيء توصل النيرف مسج على البريسيناتيك نيورون. ثاني ستيب بفوت كالسيوم ايون. ثالث ستيب بصير في اكزوسايتوسيس اوف نيورو ترانسميترز. رابع يعني ريليس اوف نيورو ترانسميترز. الرابعه فيكسيشن اوف ذيس نيورو ترانسميترز اون ذير ريسبترز تو الاو ذا اوبننج اوف صوديوم شانلز. الخامسه فورميشن اوف نيرف مسج اللي هي بي اس بي او سينابتيك بوتنشال، بس بعدين في لهم انواع بعدين بنشوفهم بالحصه الجاي. بعدين السادسه
The neurotransmitters are degraded and recaptured by the presynaptic neuron. بيسترجعون لحتى يرجعوا يستعملوهم later on. ماشي؟ هو اللي الستبس بس عليكم تكتبون عندكم على الدفتر وكل واحدة لحالة. 6 steps وتحطوهم وسموهم steps of the synaptic transmission. Okay. طب أساس كل هالكتيبة اللي قفيناها بالكتاب إنه منا ما بدنا ناخدها؟ هو اللي بدنا ناخدها مرة جاي. أوكي. Okay. إذا أول واحدة مين بيوصل على البرسناتيك نيورون؟ Action potential. يلي هي متمثلة اللي بتمثل الأكشن بوتنشال هي بتمثل النيرف مسج يعني. بعدين بفوتو كالسيوم شانلز كالسيوم ايونز وبعدين ريليز اوف نيورو ترانسميترز ومن بعدها نيورو ترانسميترز بيلزقوا على ريسبتورز بالبوست سينابتيك نيورون ليفتحوا صوديوم شانلز مثلا ومن بعدها ببلش نيرف مسج بالسل الجديدة واخر شيء البري سينابتيك نيورون تبعت لهم انزيمز بكسرون للنيورو ترانسميترز لتسترجعون استعملهم بعدين. اوكي بدي بس هدول الستبس الستة تكتبون خطوات وصوروا لي اياهم بعتوا لي اياهم بليز يا اما على الشات او على الريبلاي تاع هذا الدرس. ماشي لانه في عندكم نهار خميس ونهار جمعه. Keep it in mind كتير انتبهوا انه كيف ان steps toward synaptic transmission لانه كتير مهمين لانه بالشابتر الجديد اللي حناخده هناخد الادوية كيف بيأثروا على النيورون. في ادوية بتأثر بس على الكالسيوم في ادوية بس بتأثر على الاكسوسيتوسيس في ادوية بتأثر على بس النيورو على الريسبتر في ادوية بتأثر على الشانل في ادوية بتأثر على الانزيم اللي بيقبعها للنيورو ترانسميتر في اخر step. حتى نقدر نعرف شو هو تأثير الميديكال سبستنسز على النيرفس مسجز أو النيرفس ترانسميشن لازم نكون عارفين كل الستبس تاعو الساينب. فهدول كتير مهمين يا جماعة الله يرضى عليكم. اكتبون هدول كل واحد منكم لحاله يبعت لي اياهم صورة كرمال تأكد انه كتبتوهم وارجع اقراهم ونشوف اذا مزبوطين. بدكم شي يا جماعة؟ سلامتك استاذ. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام.